كما أود أن أنوه إلى كل الأسرة الإعلامية، خاصة الأسرة الإعلامية، وكذا إلى المواطنين المهتمين بهذا الملف، إلى تفادي الانصياع وراء الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يقوم بنشرها بعض من يدعون أنهم يمتلكون المعلومة الصحيحة بخصوص العلامات، الموديلات أو الأسعار أو غيرها. اليوم أول يوم ونقدمنا الاعتمادات على المباشر بكل شفافية، قلنا رجال الإعلام هم الأوائل اليوم راكم حاضرين في تقديم هذه الاعتمادات، والكرة في مرمى المتعاملين من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية في أقرب الأجل، وهم على دراية، وهم قد قاموا بتحضير تحضير حتى الطلبيات. أنا عندي علم اللي راهم على مستوى جد متقدم إن شاء الله، وسوف يكون في هذا الشهر المبارك في تلبية هذه الطلبيات. وأجدد التأكيد أن المعلومة الرسمية والصحيحة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في وزارة الصناعة أو من خلال المتعاملين المعنيين بمنح الاعتمادات ومزاولة النشاط، هم عندهم الحق للتصريح فيما يخص هذا. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.